لتسليط الضوء أكثر عن العملية الأمنية التي أسفرت عن اعتقال خلية إرهابية في المملكة العربية السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور عبد الحفيظ، سلام الله عليكم. يعني 10 متهمين في خلية إرهابية تم تفكيكها من قبل الأمن السعودي، لكن هل من تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك دكتور. مشاهدينا الكرام، حقيقة يعني المملكة العربية السعودية يعني الحقيقة هي تدرك أن نظام إيران نظام أيديولوجي، وهناك ضغوط متواصلة طبعا على طهران من الولايات المتحدة تدعم السعودية في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولم تنجح إيران الحقيقة في تخفيض هذه الضغوط لا من أوروبا ولا من موسكو. ولذلك الآن المرحلة الثانية التي اتبعتها الولايات المتحدة مرحلة مواجهة وكلاء إيران في المنطقة، وتجفيف المرحلة هذه تبدأ بمرحلة تجفيف التمويل الحقيقة. ولذلك إيران كما ذكرت أنه نظام أيديولوجي في المملكة العربية السعودية، أن إيران ترفض التراجع بعدما حققت مكاسب منذ عام 2003 حتى الآن. ولذلك إيران تعتمد على تجنيد الخلايا النائمة، والمملكة العربية السعودية حقيقة يقظة ولم الحقيقة بعدما يعني هي تتابع الجماعة وممكن تتابع جماعات أخرى أيضا. طيب. ولم تعلن عن هويات المقبوضة عليهم، ولكنها هي يعني يبدو أنه حينما تكون مثل هذه الجماعات على وشك تنفيذ عمليات إرهابية يتم القبض عليها مباشرة. طيب. والاستيلاء على الأسلحة، وطبعا السباق يعني هي عمليات الحديد عمليات استباقية. طيب. ولذلك دكتور. أعتقد يعني إيران منزعجة من المملكة العربية السعودية. نعم. أثار ضرب منشآت أرامكو، المملكة العربية السعودية ردت عليها بأضعافها يعني بطرق أكيد غير مباشرة تماما. أعتقد أن النظام الإيراني يعني هو في حالة الآن يعني هلع ومصاب بنوع من يعني الحقيقة التوجس والانزعاج من المملكة العربية السعودية. طيب دكتور. لذلك هو يحاول أن يستهدف المملكة العربية السعودية في أي يعني يبحث عن نقاط ضعف، ولكن المملكة العربية السعودية الحقيقة وأمنها يقف تماما، وهو يدرك أن النظام الإيراني لن يتراجع، ولن لأن الحقيقة هناك ضغوط شديدة. نلاحظ في لبنان الثنائي الشيعي بعدما وافق على طيب. تشكيل الحكومة. دكتور إن سمحت لي. دكتور إن سمحت لي، يعني البرلمان العربي يطالب في بيان باتخاذ موقف حازم وصفه بالحازم تجاه السياسات العدوانية والتخريبية للنظام الإيراني في المنطقة، لكن هل تعتقد أن العالم العربي مستعد لمواجهة مخططات إيران التخريبية في المنطقة العربية بشكل خاص أو في الخليج أيضا؟ والله هذا سؤال مهم وكبير جدا. نعم. الحقيقة يعني الطرف وحقيقة المنطقة العربية الحقيقة إذا تحدثنا هل هي مستعدة لمواجهة مخططات إيران، أنا أعتقد الدبلوماسية هي التي نجحت، لكن الدول العربية هي كنتونات مجزأة، يعني 4 دول تحت الهيمنة الإيرانية، هناك دول يعني تحت الهيمنة التيارات، يعني الدول العربية الحقيقة في حالة تشتت ولا تمتلك من أمرها الحقيقة أي شيء. لكن أنا أعتقد هناك في تحالفات عربية. نعم. يعني المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، هذا التحالف
بدأ يحقق نجاحات دبلوماسية. طبعا هناك رؤى عربية، مشاريع اقتصادية، لم يتجه هذا التحالف العربي، بدأ يقرأ الاستراتيجيات الدولية. الاستراتيجيات الدولية الحقيقة الولايات المتحدة تخلت عن الاستراتيجيات الأيديولوجية الحقيقة، الآن هي في حالة صراع مع يعني مع الصين وروسيا، هي تحاول أن يعني تواجه هذه الدول عبر المشاريع الاقتصادية. ولكن دكتور آسف دكتور المقاطع، ولكن يعني دعنا نتحدث نقطة بنقطتها. دكتور، أنت تحدثت بأن هناك مساعي دبلوماسية خاصة في دول الخليج والمنطقة بالضد من إيران، لكن عندما يرفع السلاح ينتهي التعامل بالدبلوماسية دكتور، وأنت تحدثت عن يعني الاستهدافات العسكرية الإيرانية تجاه المملكة العربية السعودية، عندما يرفع السلاح تنتهي بذلك الدبلوماسية التي تتعامل بها الدول. تفضل دكتور. حقيقة المملكة العربية السعودية، النقطة هذه لا أقصد هذه الدبلوماسية، لا أقصد هذه الدبلوماسية، أقصد الدبلوماسية التي أنت تقرأ استراتيجيات الدول الكبرى. لأن الدخول في أي مواجهة عسكرية مباشرة ليست في صالح دول الخليج حقيقة. إيران تحارب دول الخليج، تحاول تحارب دول المنطقة عبر وكلائها. طيب، ولذلك نحن نستهل عاصمة الحدث اليمن هي اللي محاربت وكيل من وكلاء إيران. لكن بعد ضرب حينما ضربت إيران منشآت أرامكو لم تقم المملكة العربية السعودية بضربات مباشرة، لكن قامت الولايات المتحدة بقتل قاسم سليمان. هذه أكبر ضربة تعتبرها إيران، أكبر ضربة. لكن كيف تمكنت الدول العلاقات فيما بينها مصالح وليس صداقات؟ نعم. كيف قامت الولايات المتحدة بهذا الدور نيابة عن المملكة دكتور. العربية السعودية؟ نعم. هذه الدبلوماسية السعودية التي نجحت. من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.